السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لهذه المبادره اللي داروا هاد الناس، هذا السيد العامل بمدينه اسافي، مزيان سي حر الملك العمومي ديال المدينه. وبالنسبه للمدينه الاسفير مهمشه بزاف، والسكان سبحان الله العظيم ما كيهضروش على مدينتهم وداك الشيء. شحال من دين، شحال من القهوه، ماشي غير هذه، راه لا قهوه كاينه في مدينه اسفي، خاصهم يتحروا الملك العمومي. كاين وحده في زريفات حدا الطاكسيات ديال زريفات، حدا المدار ديال زريفات، حدا الكواتشه، هذيك حتى هي خاصها شاده الممر ديال الرازينين. كاينه قهوه كان في فرونز ديال الطاهره، حتى هي شاده ممر الرازينين، حتى هي شلا قهوه، ماشي غير هذيك، شلا قهوه ماشي غير هذيك. هذه ديال السي الكوبابي سي عبد الرحيم، راه كانت هي اول مره كانت تيلي بوتيك، وكنت مستغلها هوايا وخدام فيها وداك الشيء، شويه رجع قهوه وناض فيها. وفين كانوا هذوك المسؤولين الاولين؟ حتى تبنات هذيك القهوه وكيفاش؟ هادشي اللي بغيت نشوف انايا، كيفاش فين كانوا هذوك المسؤولين؟ انا ماشي ولد منطقه، ولكن كبر في منطقه وعارف بان منطقه، عارف بان انا كبر في اسفي 46 سنه وانا في اسفي، وعارف ان بان اسفي هذه القهوه كانت تيلي بوتيك ودير عبد الرحيم الكوبابي. كانت هي اول بعدا كانت تيلي بوتيك الخطر الاولى، كانت هي وتحولت هنايا، وشويه شويه كيستغلها شويه بشويه ترجع قهوه. واستغلها شوف شحال من مده، ولكن فين كانوا هاد المسؤولين هادو؟ هادشي فاش كنت تعجب انايا، فين كانوا هاد المسؤولين الاولين؟ فين كانوا؟ شحال من قايد داش، شحال من عامل داش، فين كانوا؟ ولكن السيد العامل الله يعمرها دار، الله يجزيه بخير، راه كيخدم مدينه اسفي وحركها مزيان. شحال من مشروع داش، شحال من المشاريع دار، بدا كينقي المدينه، منهم راس اللفعه قاده مزيان، وسيدي بوزي، شحال من مناطق قاده، وخدم الدراري في صيفطهم القنيطره، خدمهم وداك الشيء. زعما ما عندي ما نقول، زعما الصراحه الا كبقى غادي على هذه الخدمه راه مزيان، الله يكثر مثاله، الله يجزيه بخير. راهم على هذه المبادره اللي دارت السلطه، وحق الله العظيم الا مزيانه، لان هذا الملك العام ولا تعمم في اسفي، كتلقى الناس شاده شاريه دار فيها 60 متر، هو شاد 200 متر داير فيها الجرده، وهذا الشيء تعمم بارتو في اسفي، راه كاين في حي انس، في حي سعيده، في ما مشيتي كاين هذا الشيء. والله اصدي لها مبادره حسنه حسنه حسنه، نتمنى تعم البلاد كامله. كاين احياء اللي غنقول لك راه فيها فضيحه، كوكي، حي انس، كاين شي احياء راه مشكله، وحق الله العظيم وليتي كتبغي تمشي في الشارع ما كتلقاش فين كنت تمشي، وحق الله مشكله كبيره بزاف. غادي يعطي واحد المنظر اللي خصو، هو اللي خصو يكون المنظر الحقيقي اللي خصو يدير اللي بغى في البلاد، ياخذ الاراضي يدير اللي بغى في البلاد، هذا هو المشكل، وحق الله. ونتمناو تعطاهم درس على هذا الشيء اللي كيوقع دروكايا، ويتابعوا محاسبه، وكاين بزاف الحوايج هذيك محاسبه كتبقى للناس مسؤولين، هما اللي خصو ياخذوا بزمام الامور في هذه المسائل سميتو. ونتمناو تعطاهم درس هاد المسؤولين على هذا الشيء اللي كيوقع دروكايا. انا اسميتي عبد الله بوغوش، من مواليد مدينه اسفي. هذا السيد هذا كانت عنده واحد تيليبوتيك على الدروج ديال البحر، ديال قصر البحر. من بعد هذا السيد هذا كان واحد دومي ماراثون هنا في اسفي، كيدوروا في هذه المدينه القديمه. ناض شافوها المسؤولين، شافوا هذيك التيليبوتيك كانت مزاحمه الطريق، قالوا هذه اش كدير هنا؟ قالوا التيليبوتيك شكون اللي دايرها؟ عيطوا على مولاها، قالوا الصباح ما تبقاش هذه التيليبوتيك هنا. حيدوها ليه، مشى هو كيطلب باش يعطوه شي ارضيه صغيره فين يدير التيليبوتيك. عطاو حدا سيدي احمد المؤمن، حدا هذاك الصالح اللي كاين حدا سكه التران، قالوا لي غادي دير تيليبوتيك على 4 متر تحت الارض باش تقادها، مع تجي مع الجارده ما تبانش عاليه. ناض هو دار لاكاف فيه 4 متر، هو دار لتحت ودار البودره وطلع للفوق. مشى كيجيب داك الشجار والنخال وكيدور بهذيك الارض حتى دارت بحال الغابه الدرقات، بدا كيبني. دار تيليبوتيك شويه بدا كيتسع، جاب الفايونس وجاب دار الحيط ودار البودرات وبدا كيصنع بانه بيدير واحد القهوه. فعلا تنازع مع المخزن، مع المقاطعه، مع القيد، مع كذا، تنازع معاهم مده شي عامين ولا ثلاث سنين. من بعد خلى داك الشيء رقدو، من بعد بقى عاوتاني رجع ليها، بقى كيبني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.